لا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنكمل استكمال الدرس الأولاني، وهناخد بعض التدريبات اللي إحنا ممكن نحلها مع بعض. طبعًا إحنا كنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن الحضارة والتاريخ، وقلنا طبعًا إن الحضارة ثمرت ما أنتجه الإنسان إن كان ماديًا زي ما إحنا عارفين المعابد الأهرامات والحاجات اللي كانت موجودة، وإن كان عقليًا أو ثقافيًا العلوم والفكر اللي توصلوا إليه. وكنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن ان الحضاره هي عباره عن سلسله متصله من تيار حضاري متواصل، لانهم بداوا ان الحضارات تنتقل من بين الشرق والغرب. وكنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان الحضارات تتواصل ولا تتصارع. كنا اتكلمنا كمان عن الحضاره، قلنا انها بدات في الشرق، سواء اللي هي مصر والعراق وفارس في الشرق القديم، ثم انتقلت الى الغرب اللي هي بلاد اليونان والرومان، ثم غادرت بعد ذلك الى الشرق فاستمرت 1000 عام اللي هو فترة الحضارة الإسلامية، ثم رجعنا للغرب مرة أخرى. وهنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نوافذ التعلم، وقلنا إن كل حضارة بتتميز عن الأخرى في الجوانب المعنوية الخاصة باللغة والدين. واتكلمنا عن قصة ويل ديورنت، وقلنا إن ويل ديورنت اتكلم عن مفهوم الحضارة، وقال إن الحضارة هي عبارة عن نظام اجتماعي، وان الانسان عندما يؤمن فانه يتحرر من الخوف وبالتالي بيوصل لمرحله الابداع. النهارده مع بعض استكمالا للدرس اللي فات طبعا واهميه دراسه التاريخ، استكمالا اللي فات هنبدا نتكلم النهارده على حاجه اسمها العصور التاريخيه. اما نيجي نتكلم على العصور التاريخيه بنتكلم ان العصور التاريخيه بتبدا باختراع الانسان للكتابه، يعني بدايه التدوين والتسجيل بدات مع اختراع الانسان للكتابه، ومن هنا بدانا نسجل وندون الفترات التاريخيه. طيب هو اختراع الكتابه بالنسبه لي كان امتى؟ اختراع الكتابه كان عام 3350 قبل الميلاد، تحديدا نقدر نقول في اواخر الالف الرابعه. يبقى انا بدايه التاريخ بتاعي الالف الرابعه قبل الميلاد او اواخر الالف الرابع قبل الميلاد، ده بدايه تاريخي الى اليوم. طبعا هنبدا بقى نسرد الفترات اللي احنا موجوده ديت، ونقول ان العلماء بداوا يقسموا الفتره من اواخر الالف الرابعه لحد النهارده بنتكلم في 4 عصور. كل عصر ليه سماته، كل عصر ليه الصفات اللي بيتسم بيها، كل عصر عنده مميزات وعنده عيوب، وده اللي احنا هنحاول نعرفه مع بعض. كنا اتكلمنا عن العصور القديمه، وقلنا ان العصور القديمه بدات من اواخر الالف الرابعه قبل الميلاد حتى 476 سقوط الامبراطوريه الهند الرومانيه. يبقى احنا كده قسمنا التاريخ بتاعنا 4 حلقات، 4 فترات زمنيه هناخدها مع بعض. بدانا مرورا بالعصور القديمه، هنمر على العصور الوسطى، نوصل للعصور الحديثة مرورا إلى أن نصل إلى وقتنا الحالي في العصور المعاصرة. طيب هنبدأ مع بعض بالعصور الهند القديمة. قلنا العصور القديمة بدأت في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد اللي هو عام 476 حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية. خلال الفترة اللي احنا بنتكلم فيها يبقى الألف الرابع هنا قبل الميلاد، يعني أنت معاك 3000 قبل الميلاد، ومعاك فترة كمان 476 سنة، يعني معاك 3500 سنة، ودي من أكبر الفترات أو الحقب الزمنية اللي احنا هنتكلم عنها خلال كل العصور. يعني هنقول العصور القديمة تتسم بأنها أطول، تعد من أطول الفترات الزمنية. طيب خلال العصور القديمة إيه اللي حصل؟ بدأنا باختراع الكتابة، ثم طبعا بعد كده بدأ الإنسان يستقر مش في مصر بس، وانما على في جميع الحضارات اللي قامت، ان كانت في مصر، ان كانت في العراق، ان كانت في فارس. بدا انه اولا يعرف الزراعه، بدا انه يبدا يدون، تطور الامر لبناء ما يسمى باسم المقابر، وعرف دفن الموتى، ثم وصل لبناء المعابد. واحنا متفقين ان المقابر والمعابد هنقول عليهم جانب، هنقول عليهم جانب مادي لانه شيء ملموس، بينما طبعا الكتابه هي شيء، او الثقافه والعلوم وما وصل الينا الحضارات هو الجزء المعنوي. خلال الفترة دي بدأ يميزها لي هو بقى، قال لي قامت حضارات كبرى في الشرق، حوض البحر المتوسط، حضارة مصر، العراق، بلاد فارس، فينيقيا، المنطقة دي كلها. طيب أنا هتسأل في الجزء ده إزاي؟ هل هنبدأ نعرف بعض الصور للإنسان المصري القديم، بعض الصور الأهرامات، بعض الصور للمعابد، ونقول أهم ما يميز هذا العصر؟ أو هعرض معابد وهبدأ أجيب صورة معبد مثلا وأقول والله ده جزء مادي، ولا والله ده جزء معنوي، نعرف إن طالما شيء ملموس وحاجة قائمة موجودة قدامي يبقى أصبح ده الجزء المادي. كده احنا خلصنا العصور القديمه. ننتقل مع بعض لما يسمى العصور الوسطى. خلال العصور الوسطى هنبدا الفتره الزمنيه من مطرح ما انتهينا في العصور القديمه. انت انتهيت 476 ميلادي، سقوط الامبراطوريه الرومانيه.
هنبدأ برضو من 476 ميلادي إلى 1453، يعني تقريبا نقدر نقول 1000 سنة. يعني احنا لحد دلوقتي معانا الأسبقية في العصور القديمة فيما يسمى الفترات الزمنية، القديم كده مدته أكبر من العصور الوسطى، واحنا ماشيين مع بعض هنستكمل. طيب إلى 1453 فتح القسطنطينية على يد محمد الثاني أو محمد الفاتح، اللي هي كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وطبعا عشان تبقى أنتم عارفين كان في إمبراطورية رومانية شرقية وإمبراطورية رومانية غربية، فإحنا بنتكلم عن القسطنطينية اللي هي جزء الشرق. تمكن السلطان العثماني محمد الثاني أو القائد العثماني محمد الثاني أو محمد الفاتح إنه يقدر يفتح القسطنطينية. طيب العصور دي تتميز بإيه بقى؟ هنقف مع بعض ونتكلم واحد جزء جزء. أول حاجة ظهرت المسيحية، يعني بدأت المسيحية تنتشر، وخدوا بالكم إن في فرق بين انتشار وظهور، لأن المسيحية بدأت تبقى موجودة في مصر عندنا إحنا هنا من منتصف القرن الأول. طيب والمسيحية مولد السيد المسيح اللي هو باختصار كلمة الميم اللي هي الميلادي، فمعنى كده إن إحنا بنتكلم في العصور القديمة كان ظهور بينما العصور الوسطى كان انتشار. اتسعت المسيحية وبدات تنتشر في ارجاء العالم، وقدرت الكنيسه الكاثوليكيه تسيطر في اوروبا على شتى مناحي الحياه، يعني اصبح الطابع الديني مميز في اوروبا. يعني اقدر اقول ان فتره العصور الوسطى ذات طابع ديني. ليه؟ لان انا اتكلمت على المسيحيه ولسه هننزل تحت نتكلم على الاسلام. يبقى الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا عفوا الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا قدرت انها تسيطر على الجزء ده. طب النقطه الثانيه، قال لي قال نظام الاقطاع، والاقطاع ده من الانظمه الاقتصاديه اللي كانت مدهوره اقتصاد اوروبا. يعني الاقطاع ده كان قايم على سوء توزيع الثروات، الاقطاع ده كان قايم على غياب العداله، وبالتالي هنا بدا ينتشر في اوروبا حاله من الجهل والتخلف. يبقى انا لو ربطت ما بين فشل اوروبا فيه او وجود في اوروبا الجهل والتخلف هربطه بالنظام الاقطاعي وطبعا سيطره الفكر الكاثوليكي على اوروبا. ثم بدأ بعد كده طبعا انتوا عارفين مولد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عام 570 ميلادي، فبدأ عندنا من خلال الفترات الزمنية هنعرف ان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وبدأ كمان تظهر او يظهر الاسلام، واتسعت حركة الفتوحات. وصلنا بقى بعد كده للدولة الأموية والدولة العباسية مرورا بالدول المستقلة اللي كانت موجودة. كل ده هنقوله خلال العصور الوسطى، وكان اقصى اتساع للحضارة الإسلامية كان موجود من عند الصين شرقا حتى بلاد الأندلس غربا، ويمكن دخلنا لحدود فرنسا. فدي مميزات العصور الوسطى. يبقى انا لما جيت اتكلم على العصور الوسطى تلاحظ كده اني بتكلم في بعدين، بعد ديني بعد اقتصادي، بنتكلم في المسيحيه وبنتكلم في الاسلام دي نواحي دينيه، بنتكلم في الاقطاع وانتشار الجهل والفقر والتخلف في اوروبا. يبقى انا قسمت العصور بتاعتي كده، احنا معانا العصور القديمه هي الاسبقيه وهي الفتره الزمنيه الاطول. تعال نروح لو انت عن العصور الحديثه. العصور الحديثة لما نيجي نتكلم عنها هنتكلم ان احنا بنبدا مطرح ما انتهينا، اللي هو فتح محمد الثاني او الفاتح للقسطنطينية عام 1453 حتى قيام الحرب العالمية الاولى عام 1914. طيب ايه مميزات عصري، ايه الفترة اللي احنا بنحكي او بنتكلم عنها؟ اقول له اولا بدا اوروبا يحصل عندها ثورة صناعية، يعني اوروبا بدات تتطور تدريجيا. التطوير ده جه نتاج عن ثورة صناعية. لما حصل الثورة الصناعية وما بدأوا يحولوا نفسهم من قوة البخار واستخدام الآلات اليدوية إلى الآلات الحديثة واستخدام عناصر الطاقة، بدأ عندنا يحصل ثورة في أوروبا. ثورة صناعية يعني زيادة إنتاج، وبما إني محتاج إنتاج فبدأوا يدوروا على المستعمرات، فبدأ كل واحد يدور على قطع أرض من الشعوب طبعا كانت في أفريقيا أو في آسيا أو في أمريكا الجنوبية يبدأ يهيمن عليها. هنا بنقول بقى ظهرت حركة الكشوف الجغرافية، والكشوف الجغرافية هنا بيتكلم عن طريق رأس الرجاء الصالح 1498، يعني طريق رأس الرجاء الصالح من ضمن المرحلة بتاعة العصور الحديثة. ثم حصل حركة استعمار وتم الهيمنة على العالم. يبقى هنا زي ما انتم شايفين احنا قلبنا العصور، الفترة اللي كان فيها الشرق هو المتفوق رجعنا تاني رحنا للغرب، والغرب كان عنده القدرة على الاستعمار على النهضة على الثورة على حتى على الكشوف الجغرافي. ننتقل سريعا للعصر اللي بيالي ده وهي العصور المعاصرة، اللي هو احنا بنتكلم بقى في الوقت اللي احنا عايشين فيه. اي حدث موجود عندك زي كورونا، زي ضرب روسيا واوكرانيا، زي الاحداث الجاريه اللي كانت موجوده عندك، كل يوم اقدر عليه احداث
معاصره، لان احنا عاصرنا هذا الحدث، يعني احنا شفناه او مرينا بيه او كنا موجودين خلاله. طيب الفتره التاريخيه دي بتبدا من امتى؟ من الحرب العالميه الاولى زي ما اتفقنا 1914 لحد النهارده. العصر ده بقى بينقسم عندي نصين، حاجه اسمها مميزات وحاجه اسمها عيوب، سلبيات وايجابيات. لما نقف عند الايجابيات، احنا كان عندنا فوق حركه استعمار زي ما احنا شايفين هنا، هننزل تحت وبدانا نتحرر من الاستعمار وظهر الاستقلال من الاستعمار. يعني كل الدول اللي كانت تحت الاستعمار بدات تعمل ثورات، بدات انها تطالب بحقها في تقرير مصيرها، وبدا يحصل عندنا فكره حق تقرير المصير. لو تفتكروا في الحرب العالميه الاولى في ثالثه اعدادي كنا بنتكلم عن ويلسون اللي كان بيقول حق تقرير المصير، وبنتكلم عن ثورات الشعوب، فاصبح في حركه التحرر من الاستعمار. ثم بدأنا نتطور تدريجيا، يعني في ثورة معلوماتية، يعني الحديثة والوسطى عندهم نهضة في الصناعة أو نهضة في التكنولوجيا. هنا كنا عملنا ثورة صناعية، هنا بدأنا نستخدم تكنولوجيا المعلومات، ووصل قمة التطور أعلى نضج عندما هبط الإنسان على سطح القمر وبدأ يكتشف إيه الكون وموجود وما يدور من حولنا من كواكب ونجوم. طيب سلبيات العصر ده إيه بقى؟ قال لي خلال العصر ده حصلت حرب عالمية أولى وثانية، حروب مدمره ادت لخسائر كبيره جدا في القوى البشريه. مش بس كده، ده بدا يعظم يتعاظم تاثير الانسان، بدا الانسان ياثر على البيئه بشكل كبير جدا من خلال التلوث بكل انواعه بقى، تلوث الميه وتلوث الهواء والتلوث النووي، كل انواع التلوث. ونتيجه ده التكنولوجيا بدا ينتشر عندنا حاجات اسمها الامطار، الامراض الخطيره. فلما نيجي نقول ان ثوره تكنولوجيا المعلومات كان من اثرها انها اثرت على البيئه واثرت على انتشار الامراض، يبقى احنا كده اتكلمنا في فتره معينه. طبعا لما اجي ابص انا وانت كده، احنا خدنا الاطول كان بالنسبه لنا العصور القديمه. لما اجي اركز انا وانت كده في الارقام اللي موجوده قدامنا ونراجعهم تاني، هنلاقي ان اقل الفترات انت بتتكلم هنا من 1914 حتى الان 23، يعني انت بتتكلم تقريبا في 111 سنه، هنا حضرتك بتتكلم في 1453 ل 1900 تقريبا، برضو بتحكي في 400 وكسور سنه، هنا بتتكلم في 1000 سنه، هنا بنتكلم في 3500 عام. فبالتالي اطولهم كانت العصور القديمه واقلهم كانت العصور المعاصره. تعال ننزل بقى على نواتج التعلم. ايه نواتج التعلم دي بقى؟ من خلال اللي احنا قرأناه نقدر نطلع بيه. قال لي العصر المعاصر عالج سلبيات وخصائص العصور الحديثة. ازاي؟ قلنا فوق زي ما احنا اتكلمنا، قلنا ان العصور الحديثة كان من عيوبها حركة الاستعمار. طيب العصور المعاصرة حلت القصة دي بانها عملت حركات التحرر من الاستعمار. اتفقنا كمان ان احنا عندنا علاقة واضحة ما بين نهضة اوروبا والثورة الصناعية. يعني لما اوروبا بدات تنهض ده كان مرتبط بقيام الثوره الصناعيه والتطور وزياده الانتاج، يبقى احنا ربطنا حاجتين ببعض، ان العصر الحديث كان عنده عيوب على جهال العصر المعاصر، وان نهضه اوروبا كانت جايه من الثوره الصناعيه. تعال نروح عند العلاقه ما بين العصور الحديثه والعلاقه بين خصائص العصور الحديثه، علاقه تكامل. بمعنى ان انت لما حصل نهضه، النهضه دي جت من الثوره، يعني نرتب احداث كده، ثوره في الصناعه، فاوروبا بدات ترتقي، فلما اوروبا بدات ترتقي بدات تعمل حاجه اسمها كشوف، تبحث، بدات تبحث، بدات عايزه تسيطر على الموارد فتعمل حركه استعمار. عشان كده بيقول علاقه تكامليه، ان هم كل واحد سبب ونتيجه ليه الاخر. لما حصل ثوره في الصناعه بدات اوروبا تنهض، لما بدات اوروبا تنهض بدات تبحث بره وتدور وتروح وتيجي، فحصل كشوف، ثم بداوا انهم يقول لك طب احنا عايزين نسيطر على الموارد، بدا من هنا يحصل الهيمنه والسيطره والقوه اللي احنا بنقول عليها تحت مسمى استعمار. مميزات العصور الوسطى زي ما اتفقنا فوق نزعة دينية. يعني ايه نزعة دينية؟ في العصور الوسطى زي ما اتكلمنا مع بعض كنا اتكلمنا عن انتشار المسيحية واتكلمنا عن ظهور الاسلام، فبالتالي بنتكلم اهم ما يميز فترات العصور الوسطى كانت النزعة الدينية. كمان اعتمد المؤرخين على التقسيم في العصور التاريخية. لو لاحظتوا حاجة مهمة جدا، في بداية كل عصر ونهاية كل عصر حدث جلل. يعني لما بدأنا فوق من الألف الرابع انتهينا بسقوط الإمبراطورية الرومانية، فبالتالي كان مرتبط بسقوط دولة، والدول هنا حطها تحت شق سياسي.
لما بدأنا العصر الثاني بسقوط الإمبراطورية الرومانية استمرينا مع بعض حتى فتح القسطنطينية عام 1453، فبالتالي برضه فتح القسطنطينية حرقت فتوحات أحداث سياسية. لما جينا اتكلمنا تحت تاني وقلنا من 1453 حتى الحرب العالمية الأولى، وبالتالي أيضا أحداث صراعات سياسية موجودة. فإذا كل العصور اللي احنا اتكلمنا عليها كانت مرتبطة بالبعد، أقول له بالبعد السياسي. كمان كشف طريق رأس الرجاء الصالح والأمريكتين، خدوا بالكم الكشوف الجغرافية، حركة الكشوف الجغرافية، أي اكتشاف هيقابلك إن كان طريق رأس الرجاء صالح، إن كانت أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، حضرتك مرتبط بالعصور الحديثة، لأن أهم ما يميز العصور الحديثة هي حركة الكشوف الجغرافية. طيب كمان رجع سألني وقال لي كل الفتوحات الإسلامية كانت في عصور الدولة الوسطى، يعني أجي لك مثلا أقول لك تمكنت مثلا الدولة الأموية من السيطرة على كذا، تمكن عمر بن الخطاب في فتح كذا، تمكن أبي بكر الصديق فتح كذا، كل أحداث فيها فتوحات، فيها انتصارات دولة إسلامية، فيها توسعات، أوعى تنسى إن أنت بتتكلم في كل عصور الدولة الإسلامية، يعني من أول المماليك وأنت نازل لتحت لحد ما ترجع لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، حلو، كل ده بنقول عليه أحداث سياسية أو صراعات أو حركة الفتوحات. العنصر المحرك لكل الاحداث في العصر الحديث هي النهضه. اوروبا لما عملت الطفره وبدات تدور وتبتكر وتنتج وصلت للثوره. فبالتالي الثوره حركتهم انهم يدوروا، ولما دوروا عملوا استعمار، فبالتالي بنقول نهضه اوروبا هي الاساس في كل الاحداث اللي دارت، ان كانت كشوف او ان كانت حركه استعمار. من خلال قراءتك لاحداث العصور التاريخيه تجد اطول زمنا العصور، طبعا احنا لسه مجاوبين ده فوق، وكنا قلنا ان الاطول في خلال فتره الزمن كانت العصور القديمه، واقل خلال الفتره الزمنيه كانت العصور المعاصره. عام 476 حد فاصل، خدوا بالكم من الفكره دي، ان يعني انت دايما لما بتنتهي بتبدا، يعني 476 حد فاصل بين قديم ووسطى، طب ما 1453 حد فاصل ما بين وسطى وحديث وهكذا، ماشي؟ والحرب العالمية الأولى حد فاصل ما بين عصور حديثة ومعاصرة، يبقى أنت ماشي إن اللي بتنتهي عنده بتبدأ بيه. تعرضت حضارة شمال البحر المتوسط، يقصد هنا قارة أوروبا، لأن شمال البحر المتوسط بيتكلم عن أوروبا، لانتكاسة حضارية في العصور الوسطى. تعالى نتكلم كمان عن فكرة التغيرات المناخية، دي أضرار بيئة، ده تلوث، يبقى أنت بتتكلم أصبحت في العصور المعاصرة، واتفقنا مع بعض اي احداث، اي امراض، انتشار امراض، انتشار اوبئه، اي سلبيات بالمعنى العام بشكل عام كانت موجوده في العصور المعاصره. طبعا العصر المعاصر بالتناقض، ليه تناقض؟ يعني انت اتكلمت عن ايجابيات زي التحرر الاستعمار، زي التكنولوجيا، زي هبوط الانسان على القمر، واتكلم عن عيوب، عيوب دمار وشمال ودمار شامل وخسائر في الارواح وتفشي امراض واوبئه وتلوث، يبقى اصبح بالنسبه لنا كده احنا لمينا العصور بتاعتنا وقدرنا نفرق ما بين الدرس بتاعنا، او نفرق ما بين العصور، بين اراء ويل ديورنت، ما بين اهداف دراسه التاريخ. مجمل سريع كده على اللي احنا اتكلمنا عليه عشان تبقى انت عارف احنا وصلنا لحد فين. اتكلمنا عن نشاه الحضاره، جميل، قلنا ان الحضاره مرتبطه بالاستقرار، كويس جدا، قلنا ان الحضارات تتواصل ولا تتصارع، وعرفنا ان الحضارات سلسله متصله، واتكلمنا عن ترتيب انتقال الحضاره، وطبعا هي الان موجوده في الغرب، من المتوقع في المستقبل انها تجينا الشرق مره اخرى، واتكلمنا عن مفهوم الحضاره عند ويل ديورنت المؤرخ الامريكي، وقلنا ان هو بيتكلم عن الاستقرار، وبيتكلم عن الامن والامان، وبيتكلم ايضا عن ان الحضاره نظام اجتماعي. اتكلمنا عن هدف التاريخ وقلنا استخلاص عبر، وقلنا ان العبر من الاحداث اللي بحد اخطا فيها واحنا بنتعلم منها، قدوه صالحه لمثال محمد صلاح مثلا، النذر السيره النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات كده بتدينا ابراز قدوات شخصيه صالحه. تنميه الشعور بالمسؤوليه، اي واجب بتقوم الدوله، اي واجب بيعمله سياده الرئيس، اي حد بيقوم بواجبه تجاه عمله او وطنه بنقول عليه ده شعور بالمسؤوليه. الموظف في شغله لما بيحافظ على شغله بيجتهد فيه، شعور بالمسؤوليه. الرئيس لما بيحاول يعمل مشروعات دي مسؤوليه. الحكومه لما بتحاول تحل المشاكل بنقول عليها شعور بالمسؤوليه. الابتعاد عن التعصب، وقلنا الابتعاد عن التعصب يعني ابقى حيادي، لا مش عشان انا مثلا مسلم فانحاز للمسلمين، او عشان انا مسيحي انحاز للمسيحيين، او عشان بشجع الاهلي انحاز للاهلي ضد الزمالك وهكذا، لا انا حيادي، الحاجه بقولها برايي بفكر بدون العواطف، ودي بيتكلم فيها في ابتعاد عن التعصب. طيب اخيرا احنا كده خلصنا درسنا، ممكن
ناخد بعض الجزئيات كده مع بعض، نحاول ندردش فيها، ناخد حوالي 10 نقط او حاجه ممكن نتكلم فيهم مع بعض. عندنا سؤال اهو زي ما هو باين قدامكم، بنتكلم في مو صلاح، طبعا كلكم متابعين احداث الرياضه. ده اللقب اللي منحته جماهير ليفربول لاعبنا المصري محمد صلاح في وقتنا الحالي، اللي ده بيعد ايقونه لفريق فريق ليفربول طبعا، بالعروض طبعا اللي اتنهال عليه. يمكن الاستفاده من العباره السابقه عند دراسه التاريخ طبعا، محمد صلاح بالنسبه لنا هل هو عبره؟ هل هو قدوه صالحه؟ هل هو بعد عن تعصب؟ هل هو تنميه شعور بالمسؤوليه؟ طبعا محمد صلاح بالنسبه لنا هو قدوه ايه؟ صالحه. محمد صلاح بالنسبه لنا هو حد رياضي جدا، قدر ان هو من زي ما بيقولوا كده من تحت جدا يبدا ينتقل في الفرق الى ان وصل الى العالم. تعال نبص كمان عند اراء ويل جيرونت الحضاره نظام اجتماعي، حضاره عندما الانسان يامن، عندما يستقر فانه يتحرر من الخوف فانه يبدع. تعال نشوف بقى ويل جيرونت ركز عليه، تفاعل الانسان مع البيئه ولا استخدام الموارد الطبيعيه ولا العلاقات الانسانيه ولا دور الاختراعات المختلفه. نقول ان ويل جيرونت ركز في الحضاره نظام اجتماعي، والاجتماع هنا قايم على علاقه فرد بفرد، هي عادات وتقاليد، ارتباط ما بين اشخاص، يبقى احنا هنا بنتكلم في علاقات انسانيه. وفقا لمفهوم ويل جيرونت على الحضاره، ان الوطن يفتقد في وقتنا الحالي الى الوطن العربي طبعا، يفتقد في وقتنا الحالي الى ويل جيرونت. سبب غياب الحضاره عندنا من وجهه نظر ويل جيرونت، لو ويل جيرونت قال